السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى بنات في الدنيا. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا. وصفتنا النهاردة ليها علاج الصلع او الفراغات اللي بتبقى موجودة في الشعر، وخاصة بتبقى موجودة في مقدمة الرأس. وعايزة اقولك برضو ان الوصفة بتاعتنا دي النهاردة بتساعد على تطويل الشعر وتكثيفه. من الوصفات الجميلة جدا اللي بتطول الشعر بسرعة. خليكي معايا لاخر الفيديو وانتي هتشوفي النتيجة بنفسك، هتعجبك جدا. وصفة غير مكلفة خالص. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، اضغطوا على زر الاشتراك وزر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات اللي بنزلها اول باول تشوفوها ان شاء الله. يلا بينا نقول بقى مكونات الوصفة بتاعتنا. هي عبارة عن راس توم واحدة، هتجيبي راس توم واحدة بالشكل ده وهنقشرها وهتطحنيها في المطحنة بتاعتك او في الكبة بالشكل ده. وهنحتاج معانا معلقة واحدة او معلقتين من زيت الزيتون، يعني حسب الراس. لو راس التوم كبيرة هتحتاج معلقتين. هنحط معلقتين من زيت الزيتون على التوم بتاعنا بالشكل ده. ادي معلقة وادي معلقة وهنقلبه كويس جدا. هنقلبهم مع بعض اهو بالشكل ده. طيب هنستخدم الوصفة بتاعتنا دي ازاي؟ الوصفة بتاعتنا دي سهلة جدا في استخدامها، هقولك ازاي تستخدميها. هتشيلي بايدك كده وتدهني ارضية الراس، تدهني تدعكي جامد قوي. استمري في التدليك والدعك كده لا يقل عن 10 دقايق، تدلكي فيهم فروة الراس. عايزه اقولك ان التدليك ده ممتاز جدا، بيساعد على تجديد الدوره الدمويه وتنشيط الدوره الدمويه في الراس. طبعا الدوره الدمويه لما بتبقى نشطه بتساعد على انبات الشعر وبتجدد طبعا حيويه الجسم. من الوصفات الجميله برضو اللي بتطول الشعر وبتكثفه، بتمنع تساقط الشعر، التوم بصراحه ممتاز جدا جدا في الوصفه دي. وطبعا زيت الزيتون طبعا يعني ذكر في القران برضو ممتاز جدا للشعر. من الوصفات الجميله اللي بتجيب نتائج فعاله وبسرعه جدا. تمام، هتدهني بقى شعرك زي ما احنا قلنا كده، تدهني الارضيه كويس قوي قوي، تتحكي في فروه الراس كده لحد ربع ساعه 10 دقايق. بعد كده هتحاولي بقى تجيبي بونيه او تجيبي كيس نايلون تلفي بيه شعرك كله. وبعد ما تلفي شعرك بيه هتسيبيه على شعرك كده ساعتين او 3 ساعات. بعد 3 ساعات هتشطفي شعرك كويس جدا بالشامبو. وبعد ما نشطفه بالشامبو ممكن اي كريم ترطبي بيه بقى شعرك، كريم انت بتستخدميه بتاعك عادي. لو ريحة التوم موجودة لسه في شعرك ممكن تغسلي شعرك بربع كوباية خل او خل تفاح او خل ابيض عادي. استمري على الوصفة دي 2 أو 3 في الاسبوع، هتجيب معاك نتيجة ممتازة جدا وهتساعدك على تطويل وتكثيف الشعر وانبات الشعر وسد الفراغات اللي بتبقى موجودة في المقدمة في الرأس. دي كانت وصفة النهاردة يا حبايبي، اتمنى الوصفة تعجبكم ان شاء الله وتعملوها وتجربوها. وعايزه رايكم في الكومنتات، واي وصفه تحبوا تشوفوها على قناتي اكتبوا لي في الكومنتات الوصفات اللي انتوا عايزين تشوفوها وان شاء الله هعملها لكم. واذا عجبكم الوصفه والفيديو ما تنسوش تعملوا لايك لجيجي، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي ان شاء الله. واستنوني في وصفه جديده مع جيجي للوصفات الطبيعيه.